وليد ركراكي يواجه أزمة كبيرة في محور الدفاع، ما سيدفعه لجولة جديدة للوقوف على مستوى اللاعبين. أصبح دفاع المنتخب المغربي مثار قلق متكرر بعد المونديال، إذ كان نقطة قوة الأسود التي قهر بها منافسيه ليتحول منذ أمم إفريقيا لمعضلة حقيقية، والسبب يكمن في ابتعاد عدد من مدافعي مونديال قطر عن التشكيل مثل جواد يميق ورومان سايس. القلق تضاعف من خلال أرقام آخر المباريات التي خاضها المنتخب المغربي وكم الفرص التي حصل عليها منافسه، وتحديدا منتخب الجابون الذي أهدر 6 انفرادات صريحة بعد اختراق الدفاع بسهولة تصدى لها ياسين بونو جميعها. واضطر المدرب وليد ركراكي أمام هذه المعطيات للمنادات مجددا على المخضرم يونس عبد الحميد 37 عاما دون الاقتناع بأن يكون مدافع المستقبل، والكان تحديدا مثلما تسببت إصابة أشرف داري قبل مباراة لوسوتو. كما أن تواضع أداء نايف أكراد وعبد الكبير عبقار تسبب في دفع مدرب الأسود للقيام بجولة أوروبية قريبا لمتابعة أداء المدافعين. وسبق لوليد ركراكي أن أشار من خلال الندوة الصحفية إلى أهمية معالجة الأخطاء الدفاعية، معترفا بإمكانية ارتكاب بعض الأخطاء مثل وضع أشرف حكيمي كظهير أيسر، واعتبر هذا جيدا في التصفيات إذ يسمح للمنتخب بتصحيح الأخطاء قبل البطولة. وأضاف: هذا أمر جيد في التصفيات لأنه يسمح لنا بتصحيح الأخطاء قبل البطولة. ويتطلع أسود الأطلسي إلى الحفاظ على اللقب في المغرب وتحقيق اللقب الإفريقي الثاني بعد تتويج وحيد سنة 1976 من بين 19 مشاركة.